بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، منور. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، كابتن هاني رمزي والكابتن احمد بلال. الله يخليك. بدايه طبعا كابتن خلينا نتكلم النهارده كان التحكيم مدرسه اسبانيه كابتن هاني، الحكم لويس خوسيه حكم اسباني. المفاجاه ان هو حكم غير مصنف يا كابتن اسامه، غير تمام. مصنف في النخبه الاوروبيه، دي المفاجاه. يعني ما قدرش اي لقاء في دوري الابطال، ما قدرش اي لقاء في دوري الاتحاد الاوروبي، ولكن المفاجاه ان هو ادى المباراه باداء رائع جدا جدا متميز. الشخصيه التحكيميه كانت موجوده. خلينا نقول الكلام دوت في البدايه، ان هذا الحكم اللي هو غير مصنف كابتن هاني اعتقد احرج التحكيم النهارده المصري بادائه.